تجربة ثقافية وتوعوية في الريف المصري نقترب منها ونسلط عليها الضوء بشكل أكبر، لأن الحقيقة عندما نتحدث عن قصدها الإيجابية هي تخرج خارج حدودها، هي إذا نظرنا في العمق هي في صميم ما نتطلع إليه، لأنه هو كلمة السر لتحقيق كل ما تطلع إليه بالنسبة لمصر الجديدة في مختلف مجالات الحياة، ألا وهو بناء الإنسان المصري، وهي بالتأكيد واحدة من أولويات الدولة المصرية والقيادة المصرية في هذه المرحلة. نتعرف بشكل أكبر على هذه التجربة وكيف يمكن أن نعظم الاستفادة منها وإيه أدواتها وإزاي يتعاطى معها أهالينا في الصعيد، والمزيد هنتعرف عليه في هذا اللقاء. وبوجه تحية لضيفي الأستاذ محمد نبيل، الكاتب الصحفي وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك أفندم أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا بك. برنامج مسرح القرية ومشروع تنظيم معارض الكتاب بالقرى المصرية، لما نربط ده بدلالة ومفهوم التقديمة السريعة اللي قلتها، إلى أي مدى ده مؤشر أن هذا المشروع وهذه التجربة بيسير في طريق الصحيح؟ أشكرك على التقديم. أن بناء الإنسان المصري يبدأ من أو مصر الجديدة تبدأ من بناء الإنسان المصري، وده التوجيه الاستراتيجي اللي قاله سيادة الرئيس في الفترة الثانية في 30 يونيو 2018 في مجلس النواب، أن الفترة القادمة سيكون المعني بها أو الاهتمام مركز على المواطن المصري، أولا رعاية صحية وتعليم، ثم الثقافة، ثم الثقافة أولا وأخيرا. الثقافة شيء مهم جدا، خاصة وأن احنا أدركنا جميعا بعد 2011 و2013 وعلى مدار السنوات العشر السابقة، أدركنا تماما أن المعركة معركة وجدان ومعركة وعي ومعركة فكر، وأن الإرهاب لا يقاوم فقط بالبارود، ولكن يقاوم أيضا الفكر بالفكر. هو فكر طالح يجب أن يواجه بفكر صالح. طيب، كانت من الإطار النظري ده نقدر نقول أن التخطيط كلما كان واقعيا كلما صح وسهل تنفيذه، لكن أنا هطلع بره دايرة المبارزة الكلامية والشعارات العنترية اللي تقعد تقول عايزين ونعمل وحاجات، طب انزل على الأرض ونفذ. فنزلنا على الأرض ونفذنا، كانت توجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواد رئيس هيئة قصور الثقافة، إن احنا نروح صعيد مصر ونشتبك مع القضايا اللي هناك. مش بعيد عننا مقولة ابن رشد أو الوليد محمد ابن أحمد الملقب بابن رشد يعني، أو أرسطو العرب، لما قال إن أينما وجد الجهل فتش عن تجارة الأديان، أو أن تجارة الأديان هي التجارة الرائجة عندما يتواجد الجهل. إحنا كنا فترة سابقة قريبة من سنوات قريبة جدا بنتكلم على التكفير الآخر وعدم قبول الآخر ونكران السماحة بين الأديان وهكذا، كل ده كله من المحتم مواجهته. أتذكر رواية أحد ابن نوتردام لفيكتور هوجو، يعني شكسبير الرواية زي ما بيتقال، لما صور الأحدب كوزيمودو لما اتقال إن هو يعني خده الدوق كلود وحطه في الكنيسة أو في دور العبادة يقرأ الأجراس فقط ويستخبى من الناس عشان الناس، طبعا ده شعور بالحرمان والاضطهاد وعدم قبول الآخر والخوف من مواجهة الواقع وهكذا إلى آخر كل تلك القيم السلبية اللي بثت من رجل الدين، ولا أقصد الدين بعينه يعني، رجل الدين بشكل عام، في هذا الرجل الفقير المغلوب على أمره. لما رأى الجمال في أزميرالدا وبدأ يحبها وعرف أن الإنسانية فيها الكثير من القيم الإيجابية. أنا فاهمة دلالة الحركة بتقولها. طيب إزاي رحنا بقى هذه التجربة أسهمت بشكل أو بآخر في كشف الوجه الحقيقي للطاقات اللي بيملكها أهالي الصعيد أو أهالي القرية المصرية؟ واسمح لي كمان أربط بينها وبين الراسخ في أذهان البعض أن العقلية الصعيدية هي أقل مرونة، ممكن تكون أقل مرونة في التعاطي مع الثقافة والفنون. من التجربة الفعلية كانت انطباعات لما احتكيت؟ أنا كنت زي حضرتك بقول كده، لكن ده كلام مرسل لا أساس له. مثقفين مصر بالكامل من صعيد مصر، أعظم أديبين في مصر في العصر الحديث العقاد وطه حسين من صعيد مصر، ولا أتجنى ولا أتجاهل باقي ربوع الوطن، أنبتت وأخرجت لنا الكثير من العظماء، لكن الصعيد
تم الترويج ليه من خلال الدراما، من خلال الاعلام بشكل يعني خاطئ، بشكل خاطئ. تجربتك الشخصيه بقى، انا بقى على الارض فلقيت ان هم في حاله شغف ونهم للقراءه والاطلاع والثقافه والتحصين وصقل الوعي وهكذا. عارفه نظريه الاواني المستطرقه لما يفضى الوجدان وهكذا، فضي الوجدان يمكن من 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 المدن لكن لم تفرغ او لم يفرغ وجدان القريه، فكانوا متعطشين للقراءه والثقافه. فعملنا فكرنا بشكل ايجابي في معرض كتاب القريه. المعرض ده فلسفته او اليه تنفيذه على مدار العام اسمه معرض كتاب القريه 2020، يناير حتى ديسمبر 2020. قرية في كل محافظة بالتتالي 3 أيام بتعرض معرض كتاب، نقدم كتب بسعر زهيد بطباعة فاخرة بموضوعات مختارة للقرى بنفسها. بنعمل المعرض بمنتهى البساطة دون تكلفة على الموازنة العامة للدولة، بآليات وبيساعدنا فيها أبناء القرية سواء كان طلاب المدارس أو الفتيات أو حتى السيدات العجائز في القرية والشيوخ وهكذا. الجميل انك بتلاقي كان في مناطق مستهدفه، يعني قرى شفتوها ان هي اولى بهذه الرعايه الثقافيه في المراحل الاولى، وهل كان في كمان فئات مستهدفه في اطار يعني اشكرك على سؤالك. طبعا توجهنا بالاساس لمحافظه المنيا، عملنا اكثر من 4، احنا المخطط معرض كل شهر كل في محافظه، بحيث ان احنا في الثلاث في على مدار الشهر نبقى غطينا معظم المحافظات، وعلى مدار العام نبقى غطينا معظم القرى في المحافظات، لكننا توجهنا للمنيا بشكل قوي. كان فيها كثير من المشروعات. بالفعل اكتشفت في قريه زي قريه الكرم مثلا، اكتشفت فيها في ابو قرقاص حاجه يعني روج بالفتنه الطائفيه وروج الى كذا، وده غير موجود على الاطلاق. البنات المسيحيات والبنات المسلمات جنبا الى جنب في قراءه الكتب، في الورش اليدويه، في الحرف اللي عايز اقول لحضرتك ان المعرض كمان مش بيقدم بس كتب، لا ده بيعمل على هامش المعرض فنون تشكيليه وفنون تراثيه وتنميه المواهب في الرسم وفي الكتابه، ورش حكي للقصص التراثيه الجيده او المختاره بعنايه. لا قدرنا نشوف الواقع الحقيقي لوجه المنيا. منيا أهلها ناس طيبين جدا، محبين للوطن، متماسكين جدا. نفذنا فيها أكثر من 23 نشاط وفعالية على مدار حوالي 3 شهور في محافظة المنيا للقرى. عملنا معارض كتاب، عملنا الجديد بقى كمان مش بس في المنيا، رحنا كمان الوادي الجديد 1000 كيلو من العاصمة، تحقيقا لمبدأ لمركزية الثقافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية. رحنا لحد بلاط، لحد الدخلة، الخارجة، باريس، الفرافرة. عايز أقول لك قابلت هناك المدهش أن قيادات المواقع الثقافية في هذا المكان، والعجيب أنهم سيدات متحمسات لأقصى درجة ممكنة. في أسماء في بولاء، في موقع ثقافي في بولاء في باريس، وصحر في باريس، ونصرة في قرية الرشدة في الدخلة. عايز اقول لحضرتك اسماء كتيره جدا جدا. جميل. من السيدات انا باثني على عملهم بكل الشكر والعرفان. طبعا بناء الانسان المصري مش بمنأى عن تمكين المراه حقيقي طبعا. زي ما قلنا اول مفرده في المجتمع المصري بعد الاسره هي القريه، ولذلك رحنا للقريه. اهم عناصر هذه المفردات هي المراه. بالفعل احنا كنا رايحين عشان ننمي، اكتشفنا ان المراه هي من تقوم بدور التنميه الثقافيه. ده بالنسبه للوادي الجديد. بالنسبه مثلا لسوهاج او اسيوط، عايز اقول لك ان مش بس قرى عرضنا فيها معرض كتاب القريه اللي هو مستمر ان شاء الله لحد نهايه ديسمبر 2020، لو كمان بدانا في مشروع اسمه نادي سينما القريه. لما يبقى في النخيله كل الاسم المشهور ليها عزت حنفي طبعا، لكن لما يبقى في قريه النخيله في اسيوط سيده ارزاق الجعفري بتقدم سينما، نادي سينما أسبوعي لأهالي القرية لأفلام يوسف شاهين، أفلام شريف عرفة، أفلام داود عبد السيد وهكذا، ويبقى في نقاد يقدموا وفي حلقات نقاش أنت عارفة الزمن الجميل اللي بنتأسى عليه يعود في الصعيد. بقولنا مدام قلنا الزمن الجميل، تعالي كمان أكلم حضرتك على مشروع من الأهمية أنه يذكر، حصري في قناتنا المحبوبة أو قناتنا المفضلة النيل الأخبار، ليالي أضواء الصعيد ستنطلق إن شاء الله من محافظات الصعيد، تقدم المواهب والطاقات الإبداعية
كما نادى السيد الرئيس وكما دعمت وزارة الثقافة والهيئة العامة لأصول الثقافة لهذه المشروعات الكثير جدا. كنا بنتكلم على المهرجانات وبنتكلم على الإسفاف في التعبير، لا عندنا الفرق الحكي أو الفن التلقائي بالربابة وبالسجعة وبالكفوف، دي طبعا المفردات أنا اكتسبتها وتعلمتها من أهالينا في الصعيد. إزاي؟ أنا عايز أعمق الموضوع أكتر مع حضرتك أستاذ محمد. إزاي القوى الناعمة دي إذا صح توصيفها بالقوى الناعمة تنجح فيما أخفقت في الدول الكبيرة، بمعنى مواجهة الإرهاب بحقه حقيقي، إن أنا بدل، وطبعا ما بهونش من الوسائل الأخرى، المواجهات الأمنية والمواجهة بالتنمية وبالبناء وكل الحاجات اللي احنا شايفينها دي، لا أنا بواجه بإن أنا بأجهد وبأقتلع الأفكار الهدامة من جذورها. إزاي؟ بإن أنا بزرع مكانها عشان ما يبقاش في أي مكان يبقى فيه ثغرات أو فجوات، بزرع مكانها أفكار بناءة وقيم، هي دي المفروض يتسلح بيها أطفالنا اللي هيكونوا شبابنا بعد كده وهم اللي هيقودوا عجلة التنمية. أتفق مع حضرتك تماما، احنا بدأنا الحديث وقلنا أن المرحلة الراهنة ليست مرحلة حرب برود لكنها حرب فكر. وأنا مؤمن تماما أن لا يوجد هناك فراغ على الإطلاق، كلما فرغنا الوجدان من ما يحتاجه من أصالة في الطرب والنغم والثقافة والفنون إلى آخر هذه، يملأ، نترك المساحة أو نترك الميدان، خلينا نقول الميدان، نترك الميدان للعابسين والحاقدين يملأوا هذا الوجدان الفارغ بالأفكار الهدامة والأفكار التي تنمي عدم الانتماء وتكره الآخر إلى آخر السلبيات مثل تلك الأفكار. طيب لما نروح للقرية، احنا اتفقنا أنا وحضرتك أنها النواهي الأساسية للمجتمع المصري التي تلي الأسرة مباشرة، لما نلاقيهم أنهم متعطشين للفنون الجيدة، نجع زي اسمه نجع العواشير في سوهاج، وحي جميعا من قام على النشاط الثقافي الفني والأدبي في هذا النجع، كلنا نجع، تخيلنا بتكلم عن نجع في أقاصي الصعيد يشاهد فيلم الممر وينفعل الطلاب الجمهور من تلاميذ وطلاب وأهالي شيوخ ورجال ونساء وإلى آخر، ينفعلوا بحب وبعد كده يكون في بعد نقدم بعد الفيلم الروائي نقدم فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية، نبصر أهالينا بالصعيد ليه مزرعة غليون ذات أهمية للأسماك، ليه مشروع الجلالة، هضبة الجلالة، ليه مشروع العالمين، ليه 5200 كيلو متر طرق، ليه أربع أنفاق تربطنا بقناة السويس، ليه منطقة قناة السويس. غليون مش مهمة بس بأول حاجة تتبادر للذهن يعني فكرة التنمية، ده كمان الأهمية الأعمق أيضا إن هي حولت هذه المدينة كفر الشيخ يعني أو هذه المنطقة من اسم كان مرتبط بالهجرة غير الشرعية للاستقرار، لشيء إيجابي أبعد من ده بكثير، وده بيصير في نفس المسار اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه من شوية. نحن بدل ما كنا بنربط الصعيد ببعض يعني العناصر الهدامة، لا الآن ارتبط خلينا صراحة ونقول حضرتك إن القنوات المعادية للوطن اللي بتصدر من خارج الحدود بتقول سؤال يتردد بين الجنبات، ليه المشروعات دي كلها؟ احنا بناخد هذه المشروعات في افلام تسجيليه ونعرضها على الاهالي، نقول لهم ادي مصر قبل المشروعات القوميه وادي مصر بعد المشروعات القوميه. تخيلي ان الاهالي ينفعلوا تماما، يخرج عدد كبير، يبقى الحضور مثلا من 1000 ل 1200 ل 1500 مشاهد لفيلم تسجيلي، مش بس بنقول فيلم تسجيلي عن المشروعات القوميه اللي بتذهب بمصر او تقود مصر الى مصر الجديده، لا كمان بنقدم أفلام تسجيلية أو أفلام وثائقية عن أبطال مصر، ليس فقط الأبطال العسكريين، شهداء سيناء وشهداء الواجب ولهم كل التحية، ولكن أيضا الرموز العلمية والإبداعية والفنانين والاستثماريين وهكذا، كل ده لازم أهالينا يعرفوه، لازم النشء الجديد يعرف الرمز اللي حاولوا يهدوه من 2011 عشان يهدوا الأسرة المصرية المتماسكة المؤمنة جدا برمزية افرادها ونماذجها. الرمز ده بنحاول نحييه من خلال نادي السينما. انا عندي سؤال لحضرتك، اتفضلي. اللي بيحصل ده بقدر ما هو جميل لكن هو مش اخر المطاف اكيد بالنسبه، يعني اولا هو الموضوع ليه حقيقه جزئيتين، جزئيه في ان لازم جهود اخرى مكمله ومتسقه تتعمل، وجزئيه ثانيه ان اهالينا في القريه مش كلهم متعلمين، يعني في البعض ممكن
بعد ما يتفرج على فيلم الممر مثلا، او بعد ما يقرا كتاب معين، او يشوف عمل معين معروض من خلال المسرح، محتاج بعدها حد يفهمه أكيد. لان في اشياء ممكن تستعصي عليه. هل ده يعني ده بقى موجود في حضرتك انتباهكم؟ اللي اسمحي لي اقوله ان معرض السينما، انا اسفه على السؤال. لا هو حقيقي، هو حقيقي، هو معرض كتاب القريه او نشاط نادي السينما، هو ليس فقط البطل فيه هو المعرض، ولكن جنب البطل ابطال مساعدين، يعني في نشاط فني، في صالونات فكريه، في منتديات ثقافيه، حوارات، جلسات حواريه، بنتكلم، بنجيب واحد من المخرجين، واحد من المبدعين، بنجيب واحد من الاقتصاديين، بيتكلم مع الاهالي يبسط. ليه عملنا وليه سوينا وايه الخلفيات وايه الحرب اللي بتهددنا وليه المشروعات ذات اهميه وليه الوطنيه مهمه وليه التسامح مع الاخر مهم وليه قبول الاعمال دي بالواقع. الاخر طبعا طبعا، يعني بيبقى على جنبات المعرض ليس فقط عرض كتب، وعايز اقول مش بس عرض كتب، كمان بنعمل حاجه اسمها المكتبه، يعني المعاره، بنعير مكتبه للقريه اللي قعدنا فيها، بنسيب مكتبه فيها 1000 كتاب لمده شهر، يعني بعد الاولاد ما بيشتروا الكتب بنسيب لهم مكتبه للاستعاره لمده 1000 لمده مهم شهر جداً الحقيقة. 1000 كتاب، ونيجي بعد شهر، لان انا ممكن اتملك كتاب واحد لكن لو فتح باب بالزبط. الاستعاره ده هيسمح عايز اقول لحضرتك بافاق ان اوسع كراسه للاطلاع. الاستعاره اللي بيدون فيها بنبص فيها نلاقي ان البنات والولاد صغار السن، سن 16 و15 و14 سنه، هم الاكثر قبولا وترددا على استعاره هذه الكتب. بعد شهر بناخد الكتب تاني او المكتبه ونستكملها ونغير عناوينها ونروح لقريه تانيه. ده بيتم نتيجه دراسه او استقصاء راي للقريه قبل ما نروحها، ايه الموضوعات اللي بتحبوا تقروها، وكمان ما بيخفاش علينا حال او الـ او الـ او الـ القضايا الدائره في هذه القريه وهذا المركز طبعا. في الصعيد. الجميل اللي بيقوم بهذه المشروعات سواء نادي سينما او مهرجان مسرح او معرض كتاب القريه، اللي بيقوم بهذه المشروعات كمان سيدات. جميل. يعني انا احيي المراه الصعيديه بكل القوه. اذا كانوا بيقولوا عايزين مساواه او الدعاوى الوارده من الخارج بالمساواه، لا انا اقول للمجلس القومي للمراه تعالى زورنا في صعيد مصر. وشرفتنا في اختبارات كتير قبل كده، يعني تعالوا زورونا في صعيد مصر، هتلاقوا المراه تجارب المصريه تجارب انتخابيه كمان، يعني تتحدث يتفرج عليها الاوروبيات ويقولوا عايزين نتساوى بالمراه. اخر سؤال واجابه سريعه جدا 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 فضل. من حضرتك متوج بيه هذا اللقاء، ماذا بعد؟ ماذا بعد الاستمرار؟ التأكيد على ما نقوم به الآن، قياسات النجاح، تلافي الأخطاء، في كتير من المشروعات إن شاء الله قريبا جدا حصري لهذا البرنامج العظيم وهذه المنصة القوية الوطنية. ليالي أضواء الصعيد تتلألأ في صعيد مصر لاكتشاف المواهب إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله رب العالمين. الزمن الجميل سيعود من صعيد مصر بالتوفيق بإذن الله. دايما شكرا جدا لحضرتك. جزيل الشكر استاذ محمد نبيل الكاتب الصحفي وكيل وزاره الثقافه ورئيس اقليم وسط الصعيد، شرفتنا. شكرا شكرا لحضرتك والساده المشاهدين. مشاهدينا الكرام اشكر لكم حسن المتابعه، ودي كانت المحطه الاخيره في متابعتنا معكم النهارده في من القاهره بعد قليل متابعه صحفيه بصحبه زميل احمد ادابي. تصبحوا على خير.